مين اقرب حد ليك في الفريق او المنتخب؟ واقرب حد ليا في الفريق في المنتخب طبعا رضا هيكل واحمد يوسف، وفي بقى واحد برضو اقرب هو مش معانا في الفريق بس هو شغال معانا في الفريق، ده اسمه سعيد ابو العيله، ده شغال معانا في الفرقه يعني، ده من الشخصيات اللي بحبها جدا وقريبه ليا قوي يعني. قول لنا على سر محدش يعرفه على رضا مثلا. رضا طول الوقت في العربيه في الاوضه في اي مكان او بيسمع عفروته بس، فدي حاجه طبعا بتوجع لي دماغي يعني. مين اكتر واحد بياكل في الفريق؟ محمد عادل دوله بياكل كتير جدا، هو عملاق اصلا ما شاء الله يعني. اكتر واحد بيعرف يعمل فيديوز على تيك توك؟ لا هو مش اللي هو بيعمل فيديوهات بس، هم معظم اللعبة دلوقتي يعني بتنزل ليها مقاطع يعني وهي بتلعب وكده، ويفضلوا بقى يركبوا عليها اغاني وبتاع يعني. ففي محمد رضا الهو ليبرو، ده تقريبا اكتر واحد بيعمل حاجات على تيك توك يعني. مين بيتقمص دور الحزين؟ مصطفى دبشه طبعا، طول الوقت حزين 24 ساعه مفيش اي حاجه بتفرحه. مين السوسه اللي عارف كل حاجه بتحصل؟ هو في الفرقه بيقول ان انا يعني، بس انا ما بس انا مش كده والله، بس ممكن اقول عليه مثلا احمد يوسف، او بيبقى عارف كل حاجه بس ما بيتكلمش يعني، مبين لك ان هو مش عارف حاجه. اكتر واحد بيقول افهاته او نكت بايخه؟ اكتر واحد بيعمل كده ممكن يكون رضا الهو برضو. اكتر واحد بيغني طول الوقت وسط وحش محمد عادل برضو، بس هو بيغني اللي هو مثلا ايه يعني اللحن، بس هو بيقول كلمات تانية خالص غير الاغنيه، بس هو مش على نفس اللحن. اكتر واحد بيتقمص برضو مصطفى دبشه. اكتر واحد بيهتم بشكله ولبسه رضا هيكل. اكتر واحد بيعمل مقالب؟ لا هو في كتير، بس اكتر واحد بيعمل مقالب ممكن برضو محمد عادل برضو، ده من بيعمل فيها مقالب اللي هو مقالب بايخه يعني زيه كده. فريقك كسبان وجه عليه انفراد في اخر ثانيه، مين من زمايلك بيعمل فاول عشان اللي قدامه ما يتعادلش؟ ده بلاي ستيشن صح كده؟ ده برضو رضا هيكل. مين اكتر واحد حريف بلاي ستيشن؟ في كتير، في رضا برضو حريف، وفي شريف الشرقاوي، وفي محمد رضا الهو. انا بكلمك عن الناس اللي انا بلعب معاهم، ممكن يكون في ناس تانيه برضو جامده يعني، بس انا معلش معاهم ما بقعدش معاهم كتير يعني. مين اكتر واحد بتكسبه في بلاي ستيشن في الفريق؟ رشاد شبل لما كان موجود معانا.